كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم؟ ان شاء الله بخير. في حاجه كده قلت اجي اناقشها معاكم. دقيقه، خلوا الغنى دي شغاله، بجهز مويتي. مفتحين انتظروني اسكت او اقفل الغنية وبعدين يقوموا يخشوا، اللي هي الحركة دي يعني. بعدين في ناس بيقيسوا نفسهم كده مستويات في المعركة، يقول لك بقيت تشغل جونات وتسلم على منو بتاعه. والجونات ده الموقف اوضح من الرجال اصحاب المذاهب والاحزاب والكيانات. مشوا مصر عامل شنو حسي؟ سمعتهم عامل شنو انت؟ الاجتماع حقهم قال لك قوى الحرية والتغيير بالسودان، يجب توحيد القوى العسكرية في جيش قومي واحد. أبيناه ونحن احنا أبيناهم. الجيوش اللي بتتكلم عنها دي منه؟ طاهر حجر. وينو جيش الطاهر حجر؟ هسه دارين نوحده في القوات المسلحة. وينو؟ وين الجيش بتاع الطاهر حجر؟ وين مالك عقار قواته؟ وين قوات مالك عقار؟ ما هي دي قاعدة هنا في نبتة ولا في صابرين هناك؟ احنا ننظف في صابرين من الدعم السريع والنيجرز. جيش مالك عقار كان عامل لنا المشكلة. وين طاهر حجر؟ وين الجيش حقه؟ وين الجيش بتاع مناوي؟ حس هم اول بند بدوه يقول لك يا صرف انت بتشغل جونات ارجل من 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 من, من الجزم ديل كلهم. مواقف واضحة ومتبنين موقف واضح واصحاب الشهادات والمناصب والاسماء في المجتمع وطالعين لنا صوله. حسي ما قادرين يقولوا انه واقفين مع القوات المسلحه دي. العالم قال شنو؟ قال يجب توحيد القوى العسكريه في جيش واحد قومي. وينون الناس دي اللي حسي احنا ما بينهم؟ وين جيش مناوي؟ مناوي المعركه مدوره في الخرطوم، سال قواته وطلع، وهو بسبب قواته دي احنا مضينا معاه اتفاقيه السلام. احنا بسبب قوات مالك عقار مضينا معاه اتفاقيه السلام. احنا بسبب قوات اردول مضينا معاه اتفاقيه السلام. وين قوات اردول؟ وينها؟ هسه عندنا وحيده جيبوهم يا هو دي المعركه حقتنا. يا تكون تتوحد في جيش قومي واحد، يعني حتنضم للقوات المسلحه ما حتنضم ل ل ل ل ل ل ل ل ل عالم الرياضه. يا هو الجيش اللي حتنضم فيه، هسه الجيش ده خايض معركه تنتظره ينتهي منها ويقدم شهداءه ويخسر معوناته وعتاده وسلاحه ويخسر مواقعه، وتجي بعدين هو ضعيف تيجي تقول لي دار انضم فيه. لا لا، الكلام ده عندها يا بيبي. الكلام ده في مصر بيقول لك عندها. ده الكلام ده ما عندنا يا زول. والمعركه دي بالنسبه لنا اتحسمت عسكريا، وما عندي اي مبرر خليني اتعاون معاك او اوحد جيشي معاك وحرف عليك شعار واحد، يا اما انك تسلم حاضر يا اما البل بس. الكلام ده جبريل ذاته. وين قوات جبريل؟ ما قدر يحرس له قافله فيها ادويه بتاع السكري، 7000 جرعه بتاع السكري غالبه يحرسهم، 14000 كرتونه فيها بتاعت غسيل كلى. غسيل كيلا غلبه يحرسها بقواته. جبريل اتفاوض معاه وحده في الجيش القومي ليه؟ دار يخش الجيش القومي هو ديك البوابه بتاعت الكليه الحربيه. استوفيت الشروط مرحب، ما استوفيت الشروط تتبلى بس. ما عندنا لك حاجه، ما عندنا لك حاجه. عربي واضح تخط في اضانك يا زول. بتقيس نفسك بمين انت؟ الواحد شايف روحه والله انا ما بسمع الكلام الفاضي. والكلام المليان بتسمعه وين يا هو؟ حق ياسر عرمان ده كلام مليان؟ ده معيارك؟ خالد سيلك ده معيارك؟ محمد الفكي جبان ده حسه اولمس بيتكلم بيقول في شنو محمد الفكي؟ قال يا اخي لابد من انه البلد دي نوحد فيها راينا ونتوحد والبلد دي تسعنا جميعا. انت صاحب المقوله بتاعت يا احنا اللي نتكلم واحنا اللي نسوي. حسي لما بقيت برا دار تقول ما حتخش معانا يا محمد الفكي. الكلام ده يرضيك يزعلك؟ انا ما قصدك انت طبعا، لانه انت بالنسبه لنا نكره. صحيح شنو تسمع جونات ولا الشغب؟ ارجل من الصعاليق ديل كلهم. لما جاء الموقف الحقيقي قدمت مبادئة على مصالحها. كلكم عندكم بيزنس وكلكم موظفين وكلكم بتفتشوا في انكم تاكلوا وتشربوا من وين؟ هل بتتكلموا فين ديل؟ قدموا المبادئ، قدموا السودان اول، اعلنوا موقفهم مع القوات المسلحه، طلعوا اغاني، اتردموا، اتعرضوا لاعراض ما خلوا لهم حاجه.
اصحاب المبادئ بيقولوا في شنو؟ قال نتوحد في جيش قومي واحد. ليه نتوحد؟ احنا مشكلتنا حسي نتوحد منتظرين انك تقول الراي. كباشي ده ما عارف بيتكلم، ما عارف المصلحه وين بتاعت القوات المسلحه، منتظرين انكم تتلموا انتوا في مصر. يتلموا في مصر الكام عاون جعفر الصادق ديل، يتلموا قبل اسبوعين قالوا يعملوا صندوق يدعموا به القوات المسلحه والشعب السوداني. اتضح في النهايه انه لاميهم مساله سياسيه، الاسماء الكبيره، الاسر، ما عارف شنو البتاع، بيت واحده تعمل لها مبادره، تعمل تطبح لها هسي 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 سوهندا ولا هند ولا الشباب اللي في شندي ولا الشباب ولا امير الحسي، هسي امير نزلنا لها المنشور ده 10 دقائق ما اخذ، اعمل له 50 شير. كويس؟ الناس بيدعموا من برا السودان، حسي يا هند مش منزله في صفحتك، جايك دعم من واحد سعودي 650 مليون، شفتي حاجه من الاسماء دي؟ يتلموا طلع انهم في النهايه دارين يتوحدوا ودار يختاروا رئيس وزراء ودارين يجوا يقولوا والله يا اخي الجيش يخصف والجيش يفعل، دارين يفتشوا مصالحهم، الكلمه دي احنا ما قلناها، قلنا انت تحصل تكتب في التاريخ اسمك، الحاجه اللي بتعملها بيتحد دي ما في زول بيشهد لك بها، تعمل لنا في المواقف الواضحه وتعلم موقفك واضح بشجاعه، لكن غلبتكم. هسي السودان الجديد اللي اتبنى ده انتوا ما فيه، وانا بقول لك عديل، انتوا ما فيه. مشيت لموا هناك هو ورا مولانا المرغني والاسماء الكبيره وبيروا انه في السودان مفروض احنا والله نوحد وحكومه تقضي بين الفتره الانتقاليه لحد ما نصل مرحله انتخابات، كان غالبا نقولها من يوم 15/4، مالكم ما قلتوها؟ مالكم ما قلتوا احنا نجيب مع القوات المسلحه تنتصر ونكمل بحكومه حربيه عسكريه مدنيه الفتره الانتقاليه وبعدين نمشي صندوق، ما بعد الجيش ما انتصر انتصر باولاد الشعب السوداني، دي ما القوات المسلحه اللي انتم بتعرفوها، اطلعتوا نبستوها والليله انت ام كلاميل زعلان شايفك، قلت الجيش السوداني يرجع السودان بعد ما اتعنت وما دار يصل للتفاوض، دارنا نتفاوض مع الدعم السريع يا امين. امين انت عارف امبارح يعني الحاجه اللي خلتني ما اطلع يعني، واحس انا ما دار اتكلم كثير اصلا. الدعم السريع اغتصب بنات. طفلة عمرها 10 سنين، تذكر لما تكلمت لك عن مستشفى الرازي ومن الرازي؟ حالات الاغتصاب اللي بتحصل في السودان في المرحلة دي. الطفلة عمرها 10 سنين اغتصبوها 6. الطفلة ماتت. أختها برضه اغتصبوها. حاولوا الناس يعالجوها وكده، هي الطب بيقول شنو؟ إنها ما عندها استجابة للحياة، لأنها سمعت. طفلة يعني 12 سنة. بتسمع اهلها بقول لها يا اخي احسن تموت زي اختها عشان ما تجيب لنا الفضيحه. دي عملت معجزه طبيه امبارح الكلام ده. معجزه طبيه موصله الاجهزه كلها فيها وراكده في العنايه المكثفه، حصل لها انفجار في الرحم. حاضر؟ دي يعني دي خلاص الناس جازفت انها فما دخلت غيبوبه بارادتها فقدرت تتحكم في الاعضاء حقتها. الطبي بيقول لك ما عندها شيء خلاص، فهي اللي ما دارت تعيش. وهي في غيبوبه ما قدرت تعيش، تعطلت الكلى، تعطلت الاجهزه الحيويه، بعدين وقف القلب. عملوا العمليه دي الدعم السريع، وانا هحكي لك عن الالاف اللي اغتصبوهم. ديل شرف السودان الان. مش لانه انتهكوا شرفه ونحن حنجاملهم، لا، لانه ديل المرحله الجايه ديل هم شرف السودان، ارفعوا راسهم فوق. اذا كان الدعم السريع بيقدر يمسك راجل واحد نفرين يربطوه بيغتصبوه ذاته الراجل، فما بالك بلبته ويحملوها المسؤوليه. ده المجتمع المفروض احنا نعالجه، ده المجتمع المفروض نوعيه. حمل المسؤوليه لديه وهو قاعد مرتاح عامل او يشربه في الشاي وخطينا السفه دوغار والسيجاره والبنجو، احنا والله رجال. انت ما راجل، انت ما راجل، انت ما راجل يا هو. ديك حته الرجال كانت الاختبار واضح هسي، فدارناه فوضى الزول ده كيف انت؟ دارناه فوضى. دار تيجي تقول لي يا اخي الجيش متعنت جيش علي كرتي؟ ده ما جيش علي كرتي يا امين. جيش علي كرتي ده لو كان في جيش والعدد الكافي المعركه دي ما كان اخذت 3 ساعات، ما عندنا جيش، ديل الشعب السوداني المستنفرين. وابشرك، وابشرك انت يا امين، وابشر الدعم السريع، وابشر ابشر المغتصبات، وابشر الناس الخايفه على السودان، بكره حشوف المستنفرين ديل. الجيش طبعا واقف. كثير من الجيش بيتكلم عن مسائل فنيه، نزل اسود دارين يقاتلوا بس. يا اخي لا تقول لي جرعه تدريبيه، لا تقول لي مش دخلنا معسكر اديتني سلاح اي وريني محل العدو ده وين، بس وصلني انت. الناس بتتكلم كده، بنتكلم عن الاف بعد ما ننتهي من الدعم السريع وفرصه انه نتفاوض معه. ومشكلتك تاني بتكون شنو؟ دار تتفاوض، تعال مع الجيش عديل، تعال قال لك بس صندوق. لكن حسي ناس كنديل يقولوا لنا هنا دارين جيش قومي موحد، قاصد منو بيه جيش قومي موحد؟ ما عندك اثنين قاعدين معاك في مصر، مالك ياسر عرمان واردول قاعدين في مصر، اسالهم اسالوهم قول لهم انتوا عندكم جيوش ولا قاعدين في اتفاقيه جوبا بناء على شنو؟ منو ياسر عرمان براو؟ منو اردول براهو؟ وين قواتك اردول؟
الناس طبعا بيقول لك اجتمعوا في مصر ولا اي حاجه ولا اسوا اي حاجه. شنو الحزب الاتحادي؟ ولا حاجه. الحزب الاتحادي ولا حاجه. القاعد في السودان ده حس سوداني، ده لا مصنف حزب اتحادي، لا مصنف مؤتمر وطني، لا مصنف انصار سنه، ده مصنف فدائي. كثير منكم عندكم الفرص تطلع، وطلعتوا في الاف عندهم الفرص ما داير يطلعوا قاعدين. سالتك المره اللي فاتت الجيش ده بياكل من وين؟ الارتكازات بتاكل من وين؟ في نسوان بيطبخوا زيها وزي القاعد في الارتكاز ده، واحد ما في فرق. وبتامن وهي اكثر من هو يامن روحه، هو قاعد في ارتكاز ما عنده حته يمشي. هي بتكون خاشه الصفحات بتاعت الدعم السريع، هي اللي بتفتش في اخبار متحركات الدعم السريع، هي اللي بتامن القوات المسلحه. ديل 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 قاعدين هنا السودان ده كله فدايين. اللي بيخليني بعد المعركه دي اسمع محمد عثمان المرغني في شنو؟ يعني هيقول لي شنو اضافه؟ تفضل هات دورك فاضي تكلموا. اللي بيخليني اسمع اردول شنو يعني؟ وين قوات اردول اللي بتخليني افاوض ولا اعمل له وزن؟ ما اردول محل انت قاعد اقعد، محل انت قاعد اقعد يا اردول. مش قالوا يا اخي مدمج الحركات المسلحه في الجيش قومي واحد؟ عندكم اثنين حسا ادمجوهم. عندكم اردول وياسر عرمان، اسالوهم قول لهم انتوا عندكم قوات؟ ما عندكم قوات قاعدين معاهم ولا شنو انتوا؟ على الاقل خالد سلك بيجي بيقول المؤتمر السوداني. محمد الفقيه بيقول الحزب الاتحادي الوحده هو محمد عصمت وابو بكر فيصل ونفرين ومعاهم جعفر حسن. سفارات ده هدى حزب محمد الفقيه طبعا للناس اللي ما عارف، خمسه انفر اكثر من اردول. انت تسمعوا اردول ليه؟ عنده قوات. حركة الشعبية قطاع الشمال، حركة الشعبية حركة ثورية مسلحة اسمها الحركة الشعبية قطاع الشمال. قطاع الشمال ألف ياسر عرمان، باء أردول، جت فرقوا لنا هنا. طبعا ما عندنا مشكلة، أدمجون حسي في القوات المسلحة، أديني القوة بتاعتك يا أردول تفضل. ما أنت قاعد معاهم في مصر عشان نبقى عمليين، تفضل أديني قواتك، نعم سلاحك مدرعاتك، نعم أيوة تفضل أيوة عشان ندمجك. إحنا دايرين نبقى عمليين يا زلمة، هسي إحنا نتكلم عن القوات المسلحة، هسه احنا بنتكلم عن القوات المسلحه. والفوضى الكثيره دي احنا ذاته دايرين نحسمها، احنا هنعيد تفويضنا للقوات المسلحه. تاني تطلع مواكب، تاني تطلع مواكب، فهمتني؟ تاني تطلع مواكب. وحاله الاحباط اللي دخلتوها في الناس ديل لن نكون شياطين. توسوسوا توسوسوا، الناس طلعوا من جده، طلعوا من جده تفاوض مع الدعم السريع، كيف يعني؟ المساله بتاعت وطنيه وما وطنيه عشان يلقى مبرر اخلاقي قال ده عشان جيش علي كرتي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. والله حتموتوا كلكم اقسم بالله العظيم، وما حتشوفوا هزيمة الجيش السوداني والله ليوم الدين. اسمع العربي ده اقعد يبرروا لنفسكم كده، حسي ما بديتوا تتراجعوا وتغيروا في مواقفكم وكلامكم، ما يسوى عندنا حاجة لانكم ما بتسووا ولا حتأثروا. حنقراوا زيادة وعي. تفضل البعدي. وقال شنو؟ قال يجب توحيد القوى العسكرية في جيش واحد. قال يجب، يجب على منه؟ لما انت تقول يجب بيكون عندك باور تفرض به سلطتك وكلامك. يجب دي انا ما سامعها، انا ما سامعها ولا ماشي علي. بعدي وتاني عندكم شنو؟ نتطلع لعمليه سياسيه شامله وصولا لاجراءات الانتخابات. شنو العمليه السياسيه الشامله عشان تصل للانتخابات؟ اتفضل قول لي اشرحها لي. احنا دايرين نشتغل شغل سياسي، انا فاهم، اتفضل اشرح دار تعمل شنو سياسيا. شنو الاجراءات اللي قبل الانتخابات؟ صندوق بيتخطى بيقولوا الانتخابات شهر 6 يوم 6 الساعه 6، بيعلنوها كده الانتخابات. عندك دار، عندك جمهور، ايوه. عندك استوفيت الشروط، اي الشروط اللي بتاعت الانتخابات عشان تخش ذاتك توفي النصاب. بضاع البرهان ده ذاته القوات المسلحه يكون اول حاجه ما اقل من 100,000. المره دي حنرفع السكور عشان الصعاليق والهبل والكرور ده ما يخشوا. زي محمد الفقيه ده مدني، عباس مدني جايبه منظمه، منظمه مدني عباس مدني الدوج تلتين الحكومة الانتقالية ادمجوا له وزارة الصناعة والتجارة. مدني ما هو يعني مدني ده منو؟ مدني منو؟ ما معه زول مدني، ما معه منظمات أجنبية. مدني ودى المنظمات، ودى المنظمات يا أخوي. عندنا نصاب 100,000 معاك ما صوتوا ليك، ما بتخش لنا حكومة ولا تيجي تتقاطع قدامنا. حنعمل مفوضية انتخابات ومسجل عام بتاع أحزاب بسم الله الرحمن الرحيم كده، تمام؟ المسألة بتاعت تغيير الاسم عشان تسقط التهم ما بتنفع معنا. ياسر عرمان ده هو ذاته، بس احنا ما بنعرف زول. ياسر جا في الحزب الحركة الإسلامية، هو ياسر عرمان يطلعوه برا. ما تغير لي الاسم، تجيني أنت ياسر عرمان عندنا معاك قضايا احنا أساساً. أساساً. حنعمل الفيش والتفيش، دي مش إجراءات ولا حاجة تانية. حنعمل الفيش والتفيش. والله يا أخي عندك سوابق على تهم عليك كده ما في إسقاط، الجيش ده ما بيعرفكم.
الجيش الحسي انتوا بتحنكوا فيه ده عشان بعدين ياسر عطر. لا 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 ياسر عطر دمكم انتهى الموضوع، ما في زول واقف معاكم. تجي داخل بري هناك تجيب لنا فيش وتفيش، عليك جرائم تجيب لنا شايله معاك، ومعاك الصحافه والاعلام الحر، تلفزيون القومي ده ذاته يصوروك انت منو ياسر عرمان، عندك جرائم ولا ما كنت شغال مستشار حمدوك؟ وين التسليم والتسلم بتاع حمدوك؟ اتفضل ادينا له، مش كنت معاه في المكتب انت؟ قلبونا قلبوك ولا تكوك؟ ادينا الورق بتاعك، كنت ماسك هات ملف اتفضل ادينا. طالعين لنا برا وتتفاصح وتقول له ادبكم انتوا شنو انتوا؟ ولا حاجه، قاعدين معاكم الجينزات ولا حاجه انتوا. السودان ده اتبنى يوم 15/4، القاعد مرحبا، ما قاعد ولا دعم القوات المسلحه دي علنا ما يجينا يورينا وشه. قال لنا يا اخي دار ندمج جيوش في جيش واحد، هاكد مجن عليك الله، هاكد انت غالبك تنفذ اتفاقيه جوا البند بتاع الترتيبات الامنيه، ما قدرت تجبر الحركات المسلحه انها تخش الخرطوم اداريا. توقف قواته برا، جاي تدمج ليه جيوش في جيش واحد؟ انت وقت معاكم حمايتي غلبكم الموضوع ده، الموضوع ده شيلوه ده كلام فاضي سايب، احذف ده، احذف البند ده يا صعاليق الحريه والتغيير، اللي بعده شنو؟ قال نتطلع لعمليه سياسيه شامله وصولا لاجراءات انتخابات، ما هي العمليه السياسيه الشامله؟ شنو هي؟ انا ما فاهمها. دارين تعمل شنو عمليه سياسيه في نص الحرب دي؟ شنو هي العمليه السياسيه؟ حلا اخي اقول لك برهان سعاده، السلام عليكم كيف اخبارك؟ اخي احنا وافقنا على الشرط ده. نعم وافقنا. عملية سياسية شاملة تؤدي للانتخابات، أنا موافق. أنا السودان وافقت وافقوا الناس خلاص، أنا وافقت. دارين تعملوها كيف وين؟ أسي بكرة الصباح نديكم تذاكر تعالوا الخرطوم اعملوا الحاجة دي. نعم لا احنا حنعملها في مصر، أنتوا مصريين؟ لا، خلاص هنمشي نعملها في أديس، أنتوا أثيوبيين؟ لا لكن العملية السياسية شاملة وشاملة دي ممكن نعملها اجتماعاتنا نقضيها في كيني، أنتوا كينيين؟ لا. اسي دارت اعمل العمليه السياسيه الشامله دي حسي هاي موافقين بكره الصباح بدروا تاركوا عليك على طيارتين سريعات كده للجماعه المجتمعين دول نزلوا لنا فوق قاعده وادي سيدنا واطلعوا بحمايه عسكريه امشي اي زلمه غروا اعملوا العمليه السياسيه طوالي طوالي اعملوها اتفضل اعملها ها ها هاك 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 اعملها دارت اعمل شنو يعني؟ دارين نتوحد ما قاعدين هناك تتوحدوا انتوا تتوحدوا هسي دي ما عمليه سياسيه يا حمير دي عمليه سياسيه دي عمليه سياسيه مكتمله الحاجه اللي انتوا بتعملوا فيها اتفقتوا وتحالفتوا الغالب كنت تعملوه ان تنزلوها في ارض الواقع لا تستطيع بالعربي كده لا تستطيع حتقعدوا تورجوا كده ليوم الدين بعد شويه حتلقوا مذكرات الانتربول احنا ازعاجكم ده ما حنقدر نستحمله كتير وتستحب منكم جنسياتكم لانه مصر كيف تستقبلكم انت اصلا ما عندكم جوازات سودانيه اساسا تستقبلكم كيف يعني جايين كمان تغرروا في شاننا وحنتوحد ودار تعملوا اعملوا دار تعملوا انتوا البره ده انتوا اتحركتوا ما حد جاء احنا قبلنا بالعمليه السياسيه اللي هي شكلها شنو العمليه السياسيه؟ يقول لك مصطلحات غريبه شنو عمليه سياسيه؟ عمليه الديمقراطيه حقت حميدتي يعني ولا شنو؟ دار تخيط الديمقراطيه؟ في شنو انا ما فاهم؟ شنو العمليه السياسيه التي تفضي الى انتخابات؟ عمليه سياسيه تفضي الى انتخابات الجيش بيطلع بيعلن الالتزام والله يا اخواننا في وضع البلد الحرج ده انا بعلن قانون طوارئ لمده 6 شهور بعدين بعمل انتخابات الاحزاب الجاهزه انتهت البيان بيزيع البرهان في الرادي ما في عمليه سياسيه ما بنعرفكم الدار يعمل عمليه سياسيه الدار يعمل عمله الدار يقلب هوبه امشي اعملها ما توريني الموضوع ده لا يعنيني الامر ده كثير اتفضل البعدين شنو هسي بكره الصباح تعالوا اعملوا العمليه السياسيه اما الانتظار بتاع انه القوات المسلحه تنتصر وتهزم التمرد وتدحر التمرد مع ابناء الشعب السوداني وبعدين تجوني انت تقول لي احنا ما كلمناكم يوم 23/7 في مصر قلنا لكم احنا مجهزين حاجاتنا وجايين نعمل لا 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 عندها يا بيبي نعم عندها والله عندها دارت احتالنا انت وش؟ في بال مدور هنا لا شفناك رفعت كلاش لا وقفت دعمت الرافعين كلاش لا قلت كلمه حق انت امبارح بتقول القوات المسلحه تخصف المواطنين ثاني البلد دي ما بتدقوها فيه اسمعها تاني 25 مره البلد دي ما بتدقها فيها بقانون الثوره ده وبقانون الحرب ده وبقانون المنتصر المنتصر بيفرض شروطه والله يا اخي ياسر عرمان ده لو ازم ما يخش السودان ده شروطنا كده عجبك عجبك ما عجبك دق راسك في الحيطه امشي كون قوات برا بس ما عندنا لك حق اتمرد يا زول اتمرد قول سحبوا جنسيه حتسحب الجنسيه لانه انت اللي بتعملوا فيه ده اسمه خيانه واكتر من كده احنا ما بنستحمل حسي احنا قاعدين الاسبوع ده بس للموضوع بتاعكم سحب الجنسيه والسفارات البرة اللي ما شايفه شغله دي بدايه من السفاره المصريه السلام عليكم يعني اخيرا الواحد بيقول كلام من برا كده ايهاب الطيب مدور السفاره مدور السفير ايهاب ايهاب لنا 3-4 اسابيع بنقول القصه الفارغه دي بعد شويه بقى كنترول عديل ايهاب الطيب اقول لك حاجه السيد السفير باكر ارجانا ما عندي شغل غيركم السفاره السودانيه في مصر ارجوني بس ارجوني مدوره ايهاب الطيب يعني لا لا خير عديله وزين عديله وزين والشركات وعنده تواصل جوا والاستخبارات والمخابرات كل مره نعيد الكلام لا 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 خير
خير. هسه السفاره بتاعت ليبيا اعلنت تحررها وانحازت للقوات المسلحه، احنا قاعدين نحررهم سفاره سفاره. ليبيا، المغرب، سلطنه عمان كانت رافضه سفاره في قطر، كويس. السعوديه، السفاره السودانيه في السعوديه ما عامله اي حاجه الا لما يجيهم القوات العسكريه الجيش والدعم السريع عملوا لنا احتفال. هذول ما قدرت تفتح الابواب قلت للمواطنين ما كده لا خير يا زول، عديله وزين، عديله وزين، ما بنجيك واحد واحد. احنا حسي شغلنا الجاي ده المرحله الجايه دي الخارجيه، بالعفن اللي فيها، بالموساد، بالمخابرات، بالبايعين البلد، بكلاب الامارات، كله يتقشى يا زول. بعديها حنجي نختمها بالسفير الاماراتي. احنا ياسر العطا تكلم مع الامارات علنا، اسحبوا سفيركم ده يا زول. ياسر العطا تكلم، احنا هنشغل كلام ياسر العطا، نبني مع الجيش ده بنيه طوالي. السفير ده يتخارج من هنا، احنا مخلينه بارادتنا، ما قلنا يمشي حسي. وجهنا رسائلنا للامارات، قلنا زول ده يا اخي سوقوه، ما عارفين عاملين له عمل، قاطع له قرمصيص هنا، معرز بالدس، شغلته دي شغلت كواديك شكله. انا زول قلت برضه مقدر حالته، يا جنب وانت البحر دي رش في اركان البيت الاربع، اسمع العربي ده، شغل صوره البقره و و و و و وتوضى بمويه مجري فيها، احتمال الموضوع ده يفك. تسامع بسرتيه وما عارف محلبيه وخمرتيه وما عارف شنو، تيه دي يا معلم، انت راسك لفه ولا شنو يا الحبيب؟ دار تحرق البلد ده عشان يا اخي الزول ده جاء في نص الحرب، اول يوم في الحرب جاء عايم البحر الاحمر، والله جد. السيد وزير الداخليه حقنا عنان فتح ده جاء عايم عكس، انت عندك شنو هنا يا زول؟ عندك شنو؟ عندك شنو؟ اشرح لي عديل، انا بسالك عديل، عندك شنو؟ كان ارتباطك مع الاطار والاطار اطار يا هالحبيب، وفوق لارك ذاته طردناه، وعندك شنو مقعدك هنا؟ لسلامتك عشان ما تطلع في الاعلام، لانه انا يوم 27/4 حضرتك صرحت قلت يا اخي اتعرض الى تهديدات والقوات المسلحه تعلم ذلك، دار تدخل الجيش في الموضوع صح؟ ودار تعمل لنا قضيه، ودار تعمل لنا انه عندك قيمه انت، اتفقفق يا الحبيب، لانه احنا حنجيك اول حاجه بالتقرير اللي قدمته الامارات في الامم المتحده، قالت خايفه انه في معمل استاك الاجهزه الاسلحه الجرثوميه تقع في يد المسلحين. معمل استاك في عندنا جدري، عينه بتاع الجدري قاعده كم يا الحبيب؟ كم؟ 3 سنين في الدرج وفي الطابق الثالث ما اعرف شنو جدري قالت الاسلحه الجرثوميه، الامارات قدمت تقرير هناك وعشان كده كان دار الفصل السابع. لا يا الحبيب، لا قسما بالله الكلام ده ما بيتم، والله والله جد انا ادق عليكم فوضى في حتتكم، والله العظيم جد. اسمع العربي ده والحبيب ده محمد بن زايد ده، انت مواعيدك قربت وربنا حيمزق ملكك ده وحتمشي لي الله، يعني الكوكب ده كله حيتبسط. هسي دارين شنو انتو؟ دارين شنو؟ في شنو؟ في شنو حاصل؟ تفضل. صعاليك دير قالوا شنو ثاني؟ قال بعد حرب 15 ابريل نحتاج لتحالف اكبر واقوى يضم جميع القوى السياسيه، لماذا؟ ثاني بنعيد. قال بعد حرب 15 ابريل نحتاج لتحالف اكبر واقوى يضم جميع القوى السياسيه، فهمتها، لكن لشنو؟ دارين تحالف اكبر لشنو؟ تتحالف عشان تواجهوا الشعب السوداني والجيش؟ تشتغلوا اعلام تشوه صوره العساكر والضباط؟ حتطلعوا تقول لي ده كوز وده ما كوز وده ارهابيين؟ دار تعملوا كده انتوا؟ دار تشوهوا للشعب السوداني انتصاره ومعركته ومعركه الكرامه؟ دارين تعملوا شنو؟ تحالف اكبر تقنعونا بشنو؟ ما انا ما شفتك حسي. من يوم 15/4 الحرب ده انا ما شفتكم، كيف تجي تكلمني عن وطنيه وتاري تحكمني؟ انت فشلت في الحته دي، لا تستطيع انك تقنعني، بس الدار اوصله لكم، قال نعمل تحالف، تعمل تحالف ليه وانت في قلت اتصل لصندوق انتخابات، دار تحكمونه بالاحتيال؟ تتحالفوا في فتره انتقاليه لما نجي الصندوق تزوروه مع بعض تقسموا المناصب؟ دارين تعملوا كده؟ رجاء
كده رجع. عارف انا ما واضح يعني ما في رجاء محمد. محمد كويس تمام مهمان. طيب والله اخواننا اطلع من التعليقات الشكل ده. الكلام المكتوب حسي نطالب السفارة السودانية في مصر تقديم تهم على حرية والتغيير في اجتماعهم حق الليلة اللي هو قوى الحرية والتغيير. قالوا شنو؟ قالوا بعد حرب 15 أبريل نحتاج لتحالف أكبر وأقوى يضم جميع القوى السياسية. ما عنده أي معنى التحالف ده. دار تتحالف ضد منه؟ العدو حقك منه؟ انت الجيش ده حتيجي تقعد معه كقوة سياسية؟ ده الفترة الانتقالية ده النظام السياسي كده بتقعد مع الجيش بتقول له احنا رتبنا امورنا وعمل لنا مفوضيه وعمل لنا مفوضيه الدستور وعمل لنا برلمان جهزه احنا خلاص هننتخب ناسنا للبرلمان وحنعمل انتخابات رئاسيه او وزاريه او برلمانيه. الجيش بيحرس منك معاك لحد ما تجهز نفسك تيجي الانتخابات بيسلمك ليه. لكن تقول انا دار اعمل تحالف سياسي ضد منه؟ دار تتحالف اكبر تحالف قلته واقوى تحالف دار تعملوه ضد منه؟ ده السؤال هنا. اشرح لينا ضد منه. هم طوالي قاموا شرحوا هنا الكلام اللي احنا دار نفتح فيه بلاغ. قال لك انصار النظام السابق استغلوا وجودهم ضمن قوات الامن لشن الحرب. المعلومه دي دايره اثبات لانه احنا هنمشي الامم المتحده بناء على تقرير. انا قاعد الكلام ده ما تفتكروا هزار. هوي ما قاعد اهزر. التقرير ده حجيبه صوره وحجيبه قرايه. الامم المتحده الان تدين طرفي النزاع وعندنا مفاوضات في جده فشلت. الحرية والتغيير في تقرير اللي عملته في مصر بناء على المعلومات اللي عندها والأدلة قالت أنصار النظام السابق قاعدين في ضمن القوات الأمن هم اللي عملوا شنوا الحرب. بس احنا دايرينكم تثبتوا الكلام ده. بس أنا ما داير حاجة. دايركم تثبتوا إنه الحرب دي عملوها أنصار النظام السابق القاعدين في الأمن هم شنوا الأمن. دي كلمة فضفاضة. يعني التقرير ده لو كاتبه ياسر عرمان فدي كلمة فضفاضة. الأمن ده يا أخواننا أول حاجة ما عنده صلاحيات عسكرية له 4 سنين وكل الشق العسكري في جهاز الأمن والمخابرات إذا كانت هيئة العمليات أو الكتائب التابعة لها كلها أحيلت للمعاش وتحولت للدعم السريع. في زي المذكر اللايف اللي قرينا فيه الطلب بتاع التوظيف حق الضاربين ذخيرة في مدرعات وكده ده بعد أسبوع من حل هيئة العمليات الدعم السريع منزل وظائف حق السواقين حق مدرعات وشنو فكان داري استقطب الشغالين في هيئة العمليات بعد ما حلوهم نزل إعلان في الجرائد وطالب خبرة معينة هو قاصد ناس هيئة العمليات فديل اشتغلوا في الدعم السريع. تاني في منو من الأمن. الأمن يوم 15/4 لقاكم بتعاملنا يا أخواننا مش كنا بنسأل وين جهاز الأمن وين الشرطة. الأمن يا أخواننا ادوه إجازة مفتوحة يوم 15/4 ما كان نازل في الخدمة. ما في في الخدمة والله. جو براون استنفروا مع رجال سودانيين جو لقوا أعراضهم ده بتاع أمني ده بتاع جيش ده بتاع مطافي ده بتاع شرطة. لبس الكاكي ده ما موضوعنا. انت قلت يا أخي عناصر الأمن الموجودة عناصر النظام السابق الموجوده في جهاز الامن هي شنه الحرب. شنه الحرب دي يعني هم ساقوا عربات مشوا ضربوا سلاح مشوا دوروها مشوا مروي حاصروها دخلوا مدرعات من الزرقاء جابوها الساعه 12:30 مكتوب فيها دعم سريع لكن زوروها. حميدتي قال انا والله يا اخي ندمان عملت الانقلاب ده اسمه انقلاب بالمناسبه. حميدتي قال المكنكشين في السلطه بعدين فكوها. حميدتي قال يا اخي والله يا اخي لواء اطاري حرب قال في مزرعه باسقات في رمضان عامل فطور نادى الادارات الاهليه. ده الجهاز الامن التقرير بتاع امريكا يا ياسر عرمان مفاوضات جدة المفاوض السعودي والامريكي من شهر 5 طلعوا انه من بدأ الحرب الدعم السريع. انا بكره حاجه اقراها النقطه دي ذكروني لها عشان نرد عليها بالبيان.
بدو قالوا انه البدل الحرب الدعم السريع. الدعم السريع حاصر القصر الجمهوري والقياده العامه وبيت الرئيس. اذا كيف 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 يكونوا بدو؟ اشرح لي دي. كيف يكونوا بدو؟ بس اشرح لي دي. كيف يكونوا بدو والدعم السريع مش حاصر مروي؟ كيف يكونوا بدو والدعم السريع مش حاصر القياده العامه؟ كيف يكونوا بدو والدعم السريع دخل جوا المطار؟ انت يا ياسر ما ممكن تتعامل مع الناس كده. الدعم السريع دخل عربات جوا المطار وقت انتوا عارفين انه النظام البائد هو اللي بدا الموضوع. اللي بخلي حميتي يطلع في التلفزيون يقول انه انا داري اتغي البرهان المعارض للاطاري والمعارض للتحول الديمقراطي المدني. حميتي العمل الحرب سألوا عملتها ليه؟ قال لأنه البرهان معارض للتحول الديمقراطي المدني ومعارض للاتفاق الإطاري وأنا حوديه السجن. يعني أنت مخطط الموضوع ده ما عملوا الكيزان؟ ما هسه ديل قالوا شنو الحرب الكيزان؟ أنت كنت نايم يا حميتي؟ قال ما كان نايم. ما كنت عارف الموضوع ده؟ لا عارفه. قال حميتي مدخل قواته له 3 شهور بدخل حميتي واحد من الناشطين حقين حميتي في الصالحة مصور مصور ال3000 عسكري اللي استدعاهم الدعم السريع هو المصوره هو المنزله اول فيديو وهو ساكن في الصالحه هسه بقى قد العمارات يقول لك الكيزان والكيزان هو بيقول كده الكيزان الكيزان يا اخي والله العظيم ده نعمل شنو هنا في الحاله دي قال عناصر النظام البائد في الامن القاعدين عناصر النظام البائد في الامن بس ما حدد القوات المسلحه يعني القوات المسلحه ما فيها حسي نفهم الموضوع ده قوات مسلحة ما فيها. بعدين في حاجة مهمة انتم ما قلتوها. وافقتوا عليها حميتي يوم 15/3 لما قال انا ندمان شاركت في الانقلاب، مذكرين؟ مش قال الكلام ده وسافر الامارات؟ قال يا اخي انه لو ما طلعوا له عناصر الحركة الاسلامية اللي في الجيش هو ما حيواصل في الموضوع. هو قال كده اشترط، قال لو ما طلعوهم انا ما حواصل. حسي انتم طلعتوهم ولا كتلتوهم ولا مواصلين ساي؟ حسي انتم ما مواصلين يا حرية والتغيير. شرط حميتي بتاع العناصر الاسلاميه في الجيش ما جبتوا لي بتتكلم عن جهاز الامن براوله ما دارين تخربوا وش مع الجيش مش دارين تقول انه الجماعه دي قاعدين في جهاز الامن جهاز الامن ده التسليح بتاعه في المكتب من 2019 تسليح جهاز الامن في المكتب ما ورق وقاعد وبيانات قاعده جهاز الامن تسليحه في المكتب ما غير مسموح انك تشيل لك كلاش تمرق به انت لجنه التمكين مش اقلته ما لا يقل عن 60 ضابط برتبه عميد و80 ضابط فيهم لواء وفرقه 4 فرقه دي عمليه ما في زول عملها في الكوكب ديل الناس الحافظين الامن بتاع البلد ده تدخلهم معتقلات تاخذ منهم البيانات والمعلومات انتوا قلتوا له نطلعوا برا ومشيتوا سرقتوا السيديهات والهاردسكات اللي فيها بيانات السودان في وزاره الماليه والقاعده في دار الوثائق وخليت السودان قاعد سهل ساي انتوا برضه دار تيجي تحكموا تاني حسي موضوعكم بتاع انه ده الكلمه دي لازم يتفتح فيها بلاغ وين المحامين الشرفاء حول العالم انتوا مالكم ساكتين هذه قضيه جاهزه قالوا يا اخي انصار النظام السابق استغلوا وجودهم ضمن قوات الامن لشن الحرب بس احنا دارين النقطه دي يثبتوها دارين النقطه دي يثبتوها الكيزان الكيزان اللي قاعدين في النظام والله انا بحب الفلسفه دي انا واحد يكون متكلف كده عشان اقول لك فالود يلفت الانظار الكيزان اللي قاعدين في اللي... يا اخي قوم قد لا اصفع امك ده الحين طيب شايف التضليل اللي شغالين فيه قال ندين الانتهاكات اللي ارتكبها طرفاء النزاع ونطالب بتحقيق تطالبوا بتحقيق كيف يعني قال ندين الانتهاكات التي ارتكبها الطرفين الجيش السوداني ما ارتكب انتهاكات ما ارتكب ولا انتهاك واحد قتل مواطنين ده ما انتهاك ده بسبب تواجد الدعم السريع داخل بيوت المواطنين وتهديده للمواطنين الباقين اعملوا ليش نو حاربوا وين الدعم السريع والمواطنين اللي بيطلعوا يقولوا وينو جيشكم وين الجيش يجي الجيش يقول لك انتهك ما يجي الجيش يقول لك عيلين بيتفرجوا فينا حسي موضوع الكلاك اللي قايمين فيه القحاته ده كلاك لما في هاشتاج اسمه مجزرة العزوزاب لحد الآن ما داري يتكلموا فيها الدعم السريع مشكت الناس علني والشهود هم الضحايا وأهلهم
الدعم الحريه والتغيير مدري في يبصر ده الانتهاك واضح مدري دينه. آلاف الضحايا اللي اغتصبهم والأمم المتحدة أدانت الدعم السريع ده اللي يقول لي يا أخي طرفها النزاع. فديل الصعاليك ديل أقسم بالله العظيم أسمع العربي ده أسمع العربي ده أقسم بالله العظيم إحنا كل يوم ماشيين نكرهكم زيادة. في الأول بنقول بالغانون تمام؟ وكيف تقول والله نسحب منكم الجنسية ونجيبكم السودان بالغانون مكلبشين وحنفككم في الشارع ده قدام المواطنين مش دار تحكم البلد دي تقول شعبنا بتخافوا منه تعالوا للشعب السوداني اللي أنتم دار تحكموه ده بس تعالوا للشعب السوداني ده. دي الأولى. الثانية يا إخواننا هسي حنجدد تفويضنا للقوات المسلحة عشان الصعاليك دي الثاني ما يطلعوا تفاصحوا. شوفوا اليوم المناسب أطلقوا لنا الهاشتاج ثاني تفويض القوات المسلحة. أنا أفوض القوات المسلحة أنا أفوض القوات المسلحة أنا أفوض القوات المسلحة ثاني عشان ما تقعدوا تتفاصحوا سي أفوض القوات المسلحة بس لا حركات مسلحة لا جبريل لا مدنيين لا أحزاب لا تسقط قحط ويسقط الورق قحط والكون قحط كله نسقطه تسقطه بس قحط دي تسقط بس ما عندي لكم حاجة تاني. الشرطة دي تقوم بواجبها عندنا نموذج هسه في كرري عملنا له مبادرة الشرطة دي تاخد حقها الطبيعي تاخد مكانتها الطبيعي تاخد محلها الطبيعي من الاحترام عشان تقدر تأدي واجبها وشغلها حندعم قوات الشرطة والشرطة لما تنزل في الشارع ده دليل استقرار وأمان في البلد خلاص الشغل العسكري مش مراحل تانية كل المظاهر الحدول على انتصار القوات المسلحة احنا هنعملها كل المظاهر اللي حتدل على انه القوات المسلحه انتصرت احنا هنعملها. الحاجه الثانيه البشرات اللي قلت لكم الخميس بكره حتشوفوا بدايه المعسكرات دي نازل اسود جاهزين ولا تقول لي تم تدريب ولا ما تم تدريب طالعين يكتلوا الدعم السريع في مشكله مش انتوا عملتوا كلنا ضد الدعم السريع واحده من وسائل تعبيرنا انه احنا ضد الدعم السريع قاعدين نكتلهم الحاجه دي فيها مشكله ولا دايرين ان احنا نشيل منهم السلاح ونجيبه لكم تقول لي ندمجهم في قوات مسلحه ادمج تعال اندمج انت كده انت تعال اندمج خليك من قوات مسلحة وادمج ما عارف بتاعه كده تعال انت كمواطن اسمك عمر الدقير ولا جعفر الصادق ولا تخيلوا يا اخواننا في الندوة دي في واحد قال شنو وانا حنزل لكم الفيديو بتاع الصحفية سألتهم واحد قال شنو يا اخواننا في الندوة دي صديق الصادق المهدي قال الجيش السوداني ارهابي مجمل كلامه واستخدم كلمة إرهابي وجيش سوداني وصف القوات المسلحة بأنها إرهابية والمتحدث في المنصة ياسر عرمان وصف القوات المسلحة بأنها إرهابية تمام؟ وإنه عناصر النظام البائد الإرهابية قاعدة في الجيش السوداني وده في منصة وفي دولة أجنبية البرهان شايف شغله هنا لا ما شايف شغله هل في حكومة مدنية تقدر تغطي الفرق؟ لا احنا حنجي نركز على الموضوع بتاع وزير الخارجيه ده كلنا بشعار واحد هاشتاج واحد نشوت الوزير بتاع الخارجيه ده بره والحكومه المدنيه دي تشاد جبريل ابراهيم طيب جبريل ده احنا حنقلص دوره وحنشيل منه صلاحياته وقاعدين نلعبه حنلعبه فتحنا معبر مصر ده ان شاء الله شفت الدارين واحنا حنسويه جبريل ده كانه ماف وما في اتفاقيه بتتمضي واحنا ما راضين عنها ما الناس تطمئن ما في حاجه حيعملها جبريل احنا ما راضين عنها عملها بالدس يتبلى عملها بالعلن يتبلى ما في حاجه بس خليه قاعد كده خليه قاعد كده مش بينكم بينه اتفاق وما قدرت تخربوه وتحرضوا عليكم الاعداء وتوحدون خليهم ما عندنا مشكله الاستراتيجيه دي عتبان ما في مشكله خليه قاعد كده احنا بننشغل شغل من وراه واي زول يقوم بيدوره الخارجيه بتاعتنا منتهيه ما في خارجيه صالح ده بيوصف القوات المسلحه انها ارهابيه قاعدين في مصر هنا ده قريب بيوصف القوات المسلحه انها ارهابيه الصادق الصديق المهدي اخوه ضابط في القوات المسلحه لواء ما بلغ الخدمه وعمل هروب لواء مستشار البشير يتكلم في انه اعوان النظام البائد اخوك ده مع اعوان النظام البائد ذاته جهاز الامن اللي بتتكلم عنه ده ما هو اخوك صديق ده ذات البشرى ده مع عقيد فيه عقيد في هيئة العمليات وعقيد في جهاز الأمن والمخابرات وفي الجيش كله حتة مدينه الرتبة دي ده داخل معاهم ولا بتطلع أولادكم زي ما طلعتوا عبد الرحمن من لجنة التمكين لا لا ده ما نظام بايد طلعته برا حسي ده الجيش كله إرهابي والجيش عناصره هو جهاز الأمن وهي القومة الموضوع كأن الجيش ما بيفهم بتفهموا انتوا حسي مريم دي أوزينة في سوق الفهم بتفهم شنو بتفهم شنو انت يا مريم
بتفهم شنو احسن من الجيش كده؟ قول لي مؤهلاتك شنو عشان تفهم. قاعدة مع ابوك يونس فيك السنة كلها. ابوك 3 مرات فشل في الحكومة، 3 مرات فشل، 3 مرات فشل. ابوك ده فاشل، ما تقول لي نقلت التجربة منه. ابوك فاشل، فاشل. انت بنت الزول الفاشل، فاشل. ابوك فاشل، اسوي لك شنو؟ فاشل، لوزر. ابوك لوزر. علمك شنو انت؟ قريت وين طيب؟ قريت انت ابوك مصيعك من 2013، عاملك نائب عاملك نائب رئيس حزب بدون انتخابات. انت ذاتك اللي بتتكلم عن ديمقراطيه والتحول. انت ابوك ده مصيع حزب الامه من 2013، ما عمل انتخابات ولا حزب جامع ولا مؤتمر جامع لحزب الامه. هو ذاته قاعد يسلفك الصادق. الصادق لما مات فتره الانتخابيه في حزب الامه كالرئاسه انتهت. جشب كون الامام اضافوا له لقب عشان يحنكوا الفارط. كان رئيس حزب الأمة بس عملوا الإمام الصادق زعيم طائفة الأنصار. يا زول زعيم طائفة الأنصار لبتاع. أسمع أنت عندك انتخابات ما عملت مؤتمر جامع وما عارفين أنك أنت الرئيس. فترة الدورة بتاعته منتهية من 2013. شو المحتال ده؟ دي دار تعلمنا الديمقراطية وده ولده يجي يقول لنا والله يا أخي الجيش إرهابي. إرهابي أنت ده يا زول. أنت مالكوا عندكم كونتينر بتاع سلاح مسجل الفيديو من بيت الصادق ذاته. ده اللي بيتكلم عن القوات المسلحة. الدعامي أول مرة نستشهد بكلام دعامي. فيديو اقتحام بيت الصادق المهدي. يا صديقي انا قلت لك انت زول ما عندك مقدرات ولا كفاءه، رجاء ما تتكلم في منصه وانا حي بليز يا اخي. انا ما بحب يعني ارد عليك لانه بيجيني احساس انه بتنمر. يعني انت صديقي يا اخي ليه بتزعلني كده؟ انا ما بشيل فيك ذنوب، الحمد لله ربنا بيجورنا في الكلام ده، لكن انت كائن كده، كائن انت ما يعني انت شنو يا صديقي؟ صديقي انت شنو؟ بجد يعني حسيت انت قاعد تعمل شنو في الكوكب ده؟ كده خليك منه. مشى في اللقاء قال اي عندنا شراكات مع عطا المنان. عطا المنان ده مؤتمر وطني ورئيس قطاع المؤتمر الوطني الاقتصادي، والبشير الدوبا كنيلين عادي محتار كبير قاعد في الترباس في كوبر. عمل شراكه مع اولاد المهدي ديل مع صديق ده ذاته، قال في التلفزيون قبل 6 شهور. قبل الحرب ده بشهرين قال اي بكري المذيع ساله قال لي يا اخي شراكتك معاهم؟ قال لي عاملين مزرعه دجاج. قال لي كيف انت تعملها مع زول تصادروا املاكه وتسجنه وانت قاعد برا والمزرعه شغاله؟ سكر ساي قاعد يتلفت، امكانيات زيرو. ده داري حكمنا، ده رئيس اللجنه الاقتصاديه بتاعت الحريه والتغيير صديق الصادق. صديق قال يا اخي جيش ارهابي. اي ارهابي، انت في بيتكم قابضين كونتينر بتاع سلاح. قبضوا الدعم السريع، الجيش السوداني كان ساتركم انتوا وابوه، ما مصاريفكم هنا من القصر الجمهوري كنا بنصرفكم، كل الاحزاب دي قاعدين نصرفكم، بشير كان مشتريكم بقروشنا احنا، كان مشتريكم معارضه بقروشنا احنا ديل، بيت دعم السريع ده مشترينكم بقروشنا، ما تقعدوا تتفاصحوا زي ما تتفاصحوا زي حس عزة ده ذاته بيمشي لي الله محل تمشوا ما بتعرفوا، تعجونا وحتيجي تعملوا مؤتمر جامع وندعم القوات المسلحه وحتلبسوا علم السودان، كلكم جزم خونه، خونات. انتوا ناس خونات من الخيانه. ما قلنا نعرف لغة جديدة يعني. صديق طلع في مؤتمر امبارح بيتبجح، والله الجيش والعمليات الارهابية والقصف. ارهابي كيف يعني؟ انت الدعم السريع ده ما دخل بيتك لقى كونتينر بتاع سلاح. قال ده سلاح لا يوجد الا عند القوات المسلحة، جاكم كيف؟ لقوا قناصات وقرنيت وقرنوف ودوشكات قاعدة في كونتينر احمر فتحوها وشروها برا في بيتكم، جاي تتكلم في القوات المسلحة انت؟ انت جاي تتكلم في القوات المسلحه؟ لما القوات المسلحه دي عملت انقلاب على ابوك، انت عارف 4 شهور ما كان مديهم اكل؟ محاصرين سنتين فتره من مسك الانتخابات بالانتخابات لحد 89، ناس قاعدين في كابويتا ما طلعوا من الكمين. الناس اكلت البوت، الضباط اكلوا البوت من الجوع، ما في حاجه ياكلوها. الجيش كان جونجرن وصل كوستي هنا، قاعد في كوستي كان. ده زمن ابوك انت. لما كان معاه بابو نمر وكان معاه برمده مالي مع وزير دفاع، مشى حرق القطر بتاع الضعين وسلح الجنجويد. برمده ذاته الحسي بيتكلم بيتفاصح ده، ما هو ده تاريخ انت عاملينه. جاي تقول لي الحركه اللي الجيش السوداني فيه حركه اسلاميه وارهاب؟ انت ما قاضينك بسارتك ده دافع عن بيتكم ده يا باطل. اخوك ده عامل لنا قوات خاصه وبرشوت وانا بتلب من القمر وانا اللي هو عبد الرحمن وانا اللي هو الصادق وانا اوكر روك. اول من قامت دي عبد الرحمن اخوك المستشار حق البشير اللي هو اللي ما فتح خشمه ما تكلم والله كلمه واحده ما قال. حس احنا لما نيجي نتكلم عن النظام البايد نبدا باخوانك دي. اول عبد الرحمن ده لازم يتجرجر، شفته بمحكمه عسكريه يجي ترصص هنا في كوبر دي، في كوبر يترصص.
ده ما يمشي الدروة لا شرف العسكرية ياخده يترصص الشنك شنك الشنك يترصص شنو الشنك مشنقة العسكري ده تنتهي منه تاريخه تشنقه عسكري بيجيف حتى لو مجرم بيجيف في الدروة لابس كاكي بتاعه رافع راسه فوق تدي طلقة في راسه حتى لو عدوك ده شرف العسكرية لا ينال عبد الرحمن الصادق هرب من الخدمة العسكرية وهرب من الاستدعاء وهرب من الحرب ما تجيني تاني بتقول لي يا اخي احنا نتفاوض والله البرهان ده يقعد معاكم اقسم بالله العظيم يتبلى جوا القيادة لما يفهم حاجة البرهان ده يسمعها هسي والله تقعد مع الناس دي ولا ترد عليهم اقسم بالله شفت الجيش الشعب السوداني الجيش ده لا بنمشي لدعم سريع ولا بنمشي نجي جوا القيادة البلد دينا من ربنا حررنا من الاسر وحررنا من العبودية وحررنا من الخونة ديل وكشفهم تاني ما بنديهم فرصة نهائي يا اخي حقنا سايمر السودان علاقات خارجية ما عارف احزاب البتاع يا اخي لك الله قوموا قدوا كلكم ما تسوى حاجة قونا واحدة عملت غنية بوزنتكم كلكم يجي يقول لك يا اخي بالشغل وانتم منو انتم ولا تسوى حاجة انتم ولا تسوى حاجة وانا ما عندي الكلام ده بالمناسبة ما تيجي تقول لي تاريخي واسمي ولايفك ولامي وما لامي ما عجبك تجي طوالي يا زول ما عجبك تجي طوالي هنا كل الناس فوق راسنا يا زول لا بنقيم زول بتاريخه ولا اسمه ولا اسره ولا عندي لك حاجه يا معلم انا اسمي الانصرافي لا جيتك قلت لك من حته ولا جيتك بمال ولا جيتك بحزب ولا جيتك بكيان ولا جيتك صنعت لك حاجه انت ذاتك تحتار فيها اسم بس صرفه صرفه في الارجاء يا بيبي حتتبلوا تتحلوا وتمشوا لي الله ما عندنا لكم حاجه ما في حاجه الدعم السريع ده تعاون مع جواسيس الاحزاب خانوا الشعب السوداني فتنوا الناس اتبلغوا في الناس والحاجة اللي ما عارفينها الجواسيس المرقوا والقاعدين اي زول انتو بلغتوا فيه الناس عارفينه اي زول انت بلغت فيه هو عارفك بعدين احنا هنعمل شنو مكاتب بتاعت استخبارات زي مكاتب الدعم السريع هنمشي والله ياخد الدليل فلان الفلان دخل بيتي معه فلان الفلان الدعم السريع كويس هتتصوروا والله يا هوديك الدروة تسببتوا في قتل الشعب السوداني اعدام ما عندنا لكم حاجه يقول لك بالقانون بالقانون ده بالقانون بالقانون وبقله الادب انت حتسكن في حله فيها تاني شرفاء كيف ما داري انك معانا بيتك ما انتوا قلتوا حسي انه احنا نقسم الخرطوم بين الدعم السريع والجيش قالوا نديهم بحري ونشيلهم درمان الدال الجيش قلنا لهم جدا حاضر وانت ساكنه وين يا الحبيبه قالت هي ساكنه درمان واهتبل في بحري ديل الدبيوت للدعم السريع ليه اي زول في بحري ادى دارين يديه بيته للدعم السريع تطدوه بيوتكم للفيلم درمان والخرطوم الحتات الامن الفاجش اول حاجه تبدو بيدي يعني انتوا ثاني ما عندكم بيوت مش تقول للدعم السريع شيل بحري وخلاص الجيش قاعد في درمان يشيل درمان لا 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 انت خليك بعيد ما تتدخل في الموضوع احنا هنحرر بحري وهنحرر ام درمان وهنحرر الخرطوم وهنحرر السودان باذن الله ما عندنا شغله احنا ما في حاجه شغلانه ما شغلين روحنا بمساله تحول ديمقراطي الكلام الفارغ ده ما عندنا ولا في حاجه اسمها فتره انتقاليه ده شغل بتاع مخابرات امريكيه بعد الثورات بتخدع الثورات كيف تعمل لهم فتره انتقاليه وتقعد تخمخمون وتلملمون وتشوف السوار الفيون والناشطين تدخلون الترابيسه وتجننون او تدي مخدرات عشان تضمن انه المرحله الجايه تعيش باستقرار كديكتاتوري ما في زر يطلع لك الشارع دي اسمها فترة الانتقالية بتلقط فيها الشرفاء بتوديهم لي الله وبعدين تيجي تحكم بالسلفقة بتاعتك دي بإطار وتسوية وخرابيط ما في زول حيطلع لك الشارع ما انت انتهيت منهم في الأربع سنين ده نظام معروف يا زول شفت الحرب دي تنتهي الجيش يعلن ستة شهور انتخابات ما في ما حتجوا بأي شكل من الأشكال ما حتجوا وأي كيان يعلن عنه في مصر احنا حنعلن عنه في بورسودان أي كيان يعلن عنه في أديس أبابا حنعلن عنه في مروي أي كيان يعلن عنه في 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 في, في القاهرة حنعمل واحد في كوستي ما في أي أفضلية ليكم ولا عندكم أي حاجة غير أنكم جواسيس خونة باقي أتباع ما عندكم حاجة في السودان ده ذاته كله أملاك الدعم السريع ومن تعاون مع الدعم السريع بالنسبة لنا نظام بائد وحنعمل لكم قانون لجنة إزالة التمكين للدعم السريع وقحط في 30 يونيو لازم نجيب الحتة بتاعت أخونا وجدي ده ظريفة كان يجي يقول لك قانون إزالة التمكين للثالث والثلاثين من يونيو أنا ما أعرف الثالث والثلاثين يا تشهر ده فيه 33 يوم هو بيقول لك كيف الحمار ده يحمر بتقول لك كيف أنت وجدي وجدي ضحكنا شوية وجدي قال الديمقراطية لا تأكي على ظهر التور وما عرف تجعله يا أخي الزول ده يا أخواننا مؤذي أقسم بالله مؤذي فإحنا هنعمل لجنة إزالة الدعم السريع وقحت
وهنأمم املاككم بالاحزاب ببيوتكم باي اي زول موقع في الاطار ده هيمشي يلقى حاجاته قاعده هناك في المحكمه تطلع فيش وتفيش بعدين تستلم ظريفه حلوه بس كده ده نظامنا. قال يا معلم الحاجة الثانية حاجة ما حقت البلد دي ما حقت الدولة ترجع للمواطن، الميادين اللي تخططت أزت الناس يرجع، التوزيع بتاع المناطق العسكرية الزيتونة بيهو ده العسكري ده يرتب روحه، ده كله يرجع. ده كله بيرجع. فحسي احنا والله يا اخواننا آخر كلامنا تعملوا لنا الهاشتاجات دي تحركوها من بكرة دارين نعيد تفويض القوات المسلحة وبصوت عالي عشان الصعاليك دي يتخمدوا. وأنتوا ما عندكم حق في البلد دي، بس نقطة عربي انتهى. والراجل الدار يعمل له تحول سياسي حسي بكره الصباح يجي الخرطوم. غير كده ما تقعد تنتظر القوات المسلحه والبنات اللي حسي واقفين في المبادرات والاطباء الواقفين في المستشفيات يعدوا مرحله الحرب تجون راكبين الطيارات بعدين المظلله وتجي دار تحكمونه، ما في كلام زي ده. عنده تحول سياسي اللي يسويه حسي، اللي عنده راي دار يسويه حسي وقت الحرب مدوره، غير كده ما عندنا لك اي حاجه. تضب اغراضك وتذلف. قبل شوية اللايف قطع في لما قلنا الدولة بتاعت الغزلان دي، عشان اللايف ما يضرب تاني. السفير ده يا اخوانا امشي لي الله بس تفكفك، ما بس اركب البخرة دي زي ما جاي هنا عوامة لرجع جابوا الشوق. ها قوم جيت يا زول، قوم جيت عامل فاعل نمرة الثانية وبتاع وامشي اتأكد منه واطمن. انت معرس بدس ها؟ انت معرس بدس؟ لا بسألك يعني بلد مدوره ذخيره الراجمات رباعي الدعامه يخش البيت جوه بتاتشر، انت بتجيبه في ظروف زي دي شنو؟ مرقت الناس اللي بيحس... يا اخي الرشيد مركوب، الرشيد مركوب ابو يركبوه في الطياره فضح الجيش بيبكي يتمخط ويشرب في مخاطه قدام الخواجات حنوا عليه ركبوه في 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 في, في قفله الباب، مشى هناك سكت سعي. الجبهه القوميه لخوف الحرب موقع اسمه رقم 18 ولا 20، يا جبان يا صفيحه الجبنه يا خايب يا عايب يا عواليق. تعال عليك الله وقفها بالجبهه بتاعتكم دي، تعال عليك الله. يا اخي الرشيد مركوب مرق السلفك في الفرنسيين شبكوا لك فرانسوا شنو كان عندهم الكلمه اللي بيقولها ديك دي شنو؟ جامي. انا قال لي ما بقعد هنا جامي جامي حتتنا الرصاص سي جامي. ده مرق انت جاي عايم البحر الاحمر ما بتخجل؟ قالوا ركب في عباره بتاعت بهايم، والله جد نزل في المينا بتاع منو ده؟ المهم نزل في المينا بتاع البهايم ده شايل شنطته صغيره كده وبتاع، طبعا كهنه كبار ديل دي الناس تلفونات وشرايح وبتاع وشنو ده الشغل كله. جاء طوال عمك اسامه داوود اداهن الفيلا ورا نزلنا البيانات حقتها دي. جميل هناك بيقاتل يا زلمه عندك شنو هنا؟ الواد عامل فيها بطل كده وده ما في حاجه جايبك وقاعد في الفندق اجتمع مع فنو. ما عندك حاجه تسويها، اطار اطار احزابك اللي بتتكلم عنها قاعده في مصر، امشي لون هناك امشي مصر. هنا ما عندك زول قاعد معك، ما في اي زول الا جبريل ده حايم معاك ونازل، جبريل ذاته حيحصلك. اصبر بس. حس احنا حنعيد تفويض القوات المسلحه، بكره عندنا استنفار معسكرات حتخرج ناس، حينزلوا طوالي ده حيأمنوا احياء وحينزلوا، الكلاكله حتتحاصر وحتتبلى ما تخافوا يا اخوان. كلاك المركز على الدعم السريع، حسي مشى بري عمل له فوضى حينزلوا لك في بري، حتتضبحوا في بري، وحسي الساعة ساعة واحدة ثانية، ساعة واحدة ثانية كده إن شاء الله بتلقى الشفاتة جايينك في بري، بري عادل والله. عطبرة ما فيها معسكرات ولا استعدت، عطبرة دارت تتبلي براحتكم، لكن احنا كلنا والله يزول بحرس روحه، افتحوا معسكراتكم لأنه احنا بعدين ما عندنا عندنا شغل وتعمير وبنى ومستشفيات دار تتجهز وخطوط مويه ودارين نفتح لنا شوارع ودارين نجيب اكل ونوزع مراكز توزيع والمدارس حنقلبها مستشفيات وعندنا اعراس مؤجله حتتم وعند ما حنكون فاضيين. الخرطوم ده تنظف قريب عندنا النيل ده ذاته حنعطله يجيف ما يمشي حتى يجيف النيل ده لما نشوف ذاته المويه في حاجات كثيره يعني. فعليك الله عطبر اعمل لكم معسكر خليكم زي الناس يا اخي. الدعم السريع ده حسي في الحته دي حاين في اربع محاور، نقول تاني بكره الصباح يا عطبر تعمل معسكر، اول حاجه تبدو بالبنات. لانه انت لحد هسي اربع شهور ما قدرت افتح لك معسكر واستنفار في عطبره. راجين شنو يعني؟ اعراضنا واخواتنا ديل عليك الله يا اخي ما تفجعونا فيهم، ما تفجعونا. خلونا نخشوا تدربوا طيب، وكنت انتوا عندكم الراي وفيكم الناس كده عندهم الراي، خلاص يا اخي افتحوا معسكر للبنات.
الدامر ماشي كويس يعني، فتحت معسكرات لكن ما بالحجم المطلوب عشان ما بعدين تتضايقوا في فتره. كلكم امشي شيلوا سلاح يا الدامر، امشي شيلوا سلاح، اتدربوا في المعسكرات من الساعه 4 لحد الساعه 7، 3 ساعات في اليوم كفايه جدا، جاي من الشغل جاي من حتتك، المهم امشي اتدرب يا زول، اتدرب على السلاح وخلي لنا في المعسكر وامشي بيتكم، تكون جاهز وعارف انه لو لا قدر الله حصلت اي حاجه احنا الناس دي لما نخشوا ما يطلعوا، وحسي هم لو نووا يصلوا شندي ما بيطلعوا. معركة حينتصر فيها الجيش ان شاء الله، حينتصر فيها المواطنين، شندي دي جاهزة مؤمنة فل الفل، دي اللي خلاص ما بيقولوا لهم جايينكم جايينكم، لو ما استعدوا ناس شندي يكونوا بعد ده يقول لهم شنو يعني. شمالية مروي الخطأ اللي وقعوا فيه وتعلموا، حسي في مروي بيتكلموا عن المزرعة في الشمالية، بيتكلموا عن المزرعة الإماراتية وفيها تدير شغل استخباراتي، بكرة الناس تمشي بكرعينة، الحامية وقفتكم، الحكومة وقفتكم، تتبلى الحكومة ذاتها، نعم تتبلى الحكومة ذاتها. ماذا تفعل المزرعة الإماراتية في السودان؟ قالوا فيها عمل استخبارات وبتاع، بكرة الصباح تفتحوها نخش نشوف فيها شنو، يخشوا ناس من المحلية، يخشوا ناس من المنطقة، وفد معاه قوات مسلحة يجي في البوابة، رفضوا تخشوا انتهى الموضوع، تعليمات طوالي تمشي اليسار، تتبلى طوالي. والعقد ده كان فيه تأجيل، وقع البرهان، تصلح غلطك يا برهان. وضع المزرعة الإماراتية في الشمالية ده احنا ما بنخلي الفرقة دي. كلام ياسر العطا واضح، قال لهم والدولة اللي وراكم تجيب جيشها وتجي السودان. خلاص احنا ناس حرب يا زول. قال عديل، قال الإمارات، قال الدولة اللي وراكم تجيب جيشها وتجي. حسي المزرعة اللي هنا دي الناس بيشكوا منها وفي الشمالية خايفين. امشي وفدي من المحلية، وفدي من مكتب الوالي، وفدي من الجيش، وفدي من جهاز الأمن والمخابرات، وفدي من المواطنين، يخشوا عديل يفتحوا البوابة، من برا قال لكم ما تخشوا تترجم طوالي، ولا عندنا كلام كثير، وتتقدم مساءلة من وزير الخارجية اللي قاعد في برسلان للسفير الإماراتي، خلينا نحرجهم شوية. دارين نعرف أنتوا بتعملوا شنو في المزرعة دي. أول حاجة. دارين نعرف أنتوا بتعملوا شنو في المزرعة دي، بعد ما يورينا نقول له والله يا أخي ماشيين نشوف حسي. خشينا جوا لقينا اقمار صناعيه، سلاح، ما عارف شنو، مخازن بتاع، تتبلى بس، ما عندنا حاجه.